أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في عدد جديد من حصة فوت بلوس. اليوم سنسلط الضوء على اتحاد الحراش، اتحاد الحراش الذي يتواجد حاليا في وضعية متأزمة، خاصة بعدما خسر مباراته الأخيرة في ملعبه ضد رائد القبة بثنائية للصفر في إطار الجولة 23 من عمر البطولة المحترفة الثانية. اتحاد الحراش الآن يتواجد في المركز ما قبل الأخير برصيد 22 نقطة، وسنتكلم عن المشاكل التي يتخبط فيها أيضا، من جانب المشاكل التي وقعت مؤخرا، مشكل بلالنيلي ومشاكل أخرى. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة الإعلامي القدير كمال مهدي. أهلا بك. شكرا لك، أهلا بك وبضيوفنا وبمستمعينا أو مشاهدينا الأوفياء الذين يتابعون قناة البلاد. مرحبا بك كمال، كما أسعد أيضا باستضافة حاج كمال المناجير العام لاتحاد الحراش. أهلا بك. يعطيكم الصحة على الاستضافة، إن شاء الله تجوز مليح وإن شاء الله نوضح كل شيء الأمور اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. بعد الخسارة الأخيرة ضد رائد القبة، الكثير يقول أن اتحاد الحراش وضع قدما في قسم الهواة، هل توافقهم الرأي؟ على كل حال 23 نقطة في المركز 15. على كل حال دائما نقول لهم هذا بالون، وهذه كرة ماشي مستطيلة دائرة دورة. أنا بغيت نقول قد 7 مباريات كلش ممكن، 21 نقطة. احنا مادام رحنا على الاكستيريور وجبنا نتائج ايجابيه وفرحنا، والناس اللي كانوا يتخبطوا وما كانوش معناتها في المستوى ثاني، هادو الناس يهضروا بلي راهم هادين بالسقوط، قلت لهم هذا بالون. احنا واش نطلب انا اليوم من فضل الانصار، سيرتو الانصار، انا ما يهمنيش المسيرين يجوا ما يجوش، احنا اللي يحب الحراج مرحبا به، اللي يحب يقول مع الحراج مرحبا به. احنا نقول للانصار كاين بعض شبكة تدخل في وسطكم تخرجكم من عقلكم، تولي ان ماتش يبدا سامينيت يبداو يطيحوا للجوار، يبداو يسبوا في الجوار، نابورت واحد يديروا ليك ولا يديروا ليا ولا يديروا. تقصد الحاج كمال هناك من يحاول استعمال الانصار من اجل الضغط على الاداره على كل الاداره مفرق كلش. تقصد هذا الشيء انت؟ انا نقصد علاه راك كوما يدخل سامينيت دي جو يبداو يسبوا بالاسماء، علاه خليه يلعب 90؟ انا شفت واحد الملعب رحنا لعبنا معهم ربحناهم، الانصار تاعهم ساندوهم حتى 90 دقيقه كي خلاص الماتش عبروا على شعورهم. انا سامين الاولاني تبدا تسب في الجو، يمكن انقاذ الاتحاد الحراش وضمان البقاء ان شاء الله. يقفوا معنا الانصار ان شاء الله فيها خير، ما يقفش معك الانصار الاولاني، اللي يقدر ياثر على اللاعبين سيبيا الانصار. نعم. كمال مهدي، أنت كإعلامي لك صولات وجولات في الملاعب الجزائرية ولديك معرفة جيدة بالكرة الجزائرية. اتحاد الحراش في المركز 15 ما قبل الأخير ب 22 نقطة، مباريات مقبلة عندنا. لا بأس بتذكير فقط مشاهدينا الكرام، في الجولة 24 يتنقل اتحاد الحراش إلى أمال بوسعادة، ثم يستقبل اتحاد بسكرة، ثم يتنقل ليواجه شلف، ثم يستقبل الاتحاد بوليدة، ثم يتنقل ليواجه شبيبة بجاية. في الجولة 29 يستقبل مولودية سعيدة، وفي آخر جولة يتنقل إلى شبيب سكيدا. كيف ترى حظوظ اتحاد الحراش في ضمان البقاء؟ طبعا المهمة صعبة، نعم مستحيلة لا. لو قلنا اليوم الفرق النقاط ما بين اتحاد الحراش وأصحاب الفرق اللي تلعب الأجهزة تنفيذ السقوط 6 نقاط 7 نقاط 8 نقاط، نقول لك مهمة مستحيلة، لكن الفرق ليس فرق كبير، نقطة على رائد القبة، على جمعية طهر نقطتين، على مولودية سعيدة أيضا 3 نقاط. أعتقد المهمة صعبة بالفعل على فريق اتحاد الحراش لأنه ضيع فرص كثيرة ونقاط ثمينة عندما تواجه منافس مباشر وجمعية طهران وتتعثر معه وتتعادل، وعندما تواجه منافس مباشر هو رائد القبة وتنهزم. ما نقول لك المأمورية والكل يتحدث بأن اتحاد الحراش وضع قدم القسم الثاني، لكن بلغة الأرقام لغة الإحصائيات واستنادا أيضا للمباراة القادمة المنافسين، اتحاد الحراش لازالت لديه حظوظ وفيرة وكبيرة، لكن بشرط أن يعود بنقاط 3 من تنقله لبوسعادة والفوز على الاتحاد بالسكرة والعودة بنقطة على الأقل من شلف وحجار لديه الخبرة من أجل إنقاذ الفريق في ظل هذه المعطيات. له الخبرة وله التجربة، وحتى تشكيلة اتحاد الحراش لها الخبرة والتجربة. تبقى مشكلة اللاعبين الذين لو يتم تأهيلهم في الجولة المقبلة أو في الجولة المقبلة ربما حظوظ اتحاد الحراش ستنتهج. لو عندك مباراة رائد القبة كان سيبدو حدين على الفريقين، لأنه إلى غاية الدقائق الأخيرة وفي نفس اليوم
لا لاعبين رائد القبة ولا إدارة رائد القبة ولا إدارة اتحاد حراش كانت لا دايرة في نفسها في نفسها أو في مخيل رأسها. مباراة تلعب أم لا؟ ستلعب. أنا أعتقد أنه لاعبي اتحاد حراش خرجوا من المباراة لم يحضروا المباراة بشكل كافي، خصوصا عندما علمنا أن رجال أمن لم يحضروا للملعب نصف ساعة تقريبا قبل بداية اللقاء. ترك قرار تأجيل أو لعب المباراة لا 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 عمل دور كثير من أجل إرباك اللاعبين أثر عليهم. كان سيبدو حدين على رائد القبة وحتى الاتحاد الحراش، ولو أنه رائد القبة استغل الوضع لأنه الفريق الذي نزل ضيفا على فريق اتحاد حراش، لأنه الفريق اللي استضاف هو فريق اتحاد حراش، من جانب سيكولوجي من جانب الضغط النفسي المستقبل هو اللي عنده ضغط كبير، أثرت كبيرا نعم. تلك المباراة على معنوية لاعبي اتحاد الحراش. لكن أعتقد أنه مباراة السقوط وتفادي السقوط ستلعب إلى غاية الجولة الأخيرة حتى نعم. الفرق التي بما أنك ستلعب من أجل بما أنك كمال مهدي تكلمت ودخلت في لب الموضوع. حاج كمال، هل تأجيل أو تأجيل قضية تأجيل المباريات المتبقية مباريات الجولة المتبقية واستثناء اتحاد الحراش كان السبب في خسارة اتحاد الحراش؟ أنا كل حنا نعطيكم لغز أنا فهمت والو. تنوض صباح تلقى خبر هام إلغاء ثلاث مقابلات بالعباس وبارادو شبي البجاية بجاية اتحاد الحراش حتى الخمسة ستة وراك تسمع هذيك تمشي. احنا ما على بالناش، يقول لك راهم رينيو ما كملش حتى 9 ولا حتى 10. دوك انا حبيت نعرف كتبتوهم في 3 ولا في 4؟ 3 خليتوهم اجلين والحراش لعبتوها. انت لعبت عليك سيريور وين ما كاش الضغط بزاف خليتهم ما يلعبوش، وين كاين الضغط بزاف وكانت مسيره تاع الطلبه وحنايا ونشكروا رجال الامن اللي جاوا مع الاقل سينو ترى كارثه. انا نحير هذا اللي دار هذا اللي دار هذا الخلل كيف راهو مع الضمير تاعو للناس راهو محبوسين. شحال من واحد داوه، شحال من واحد نضرب، شحال من واحد تبليزه، هادو ماليهم اليوم يدعوا لهم بالشر اللي دار هذا الشيء. عيب. حتى الصحفيين سنتكلم عن هذه النقطه، المشاكل التي يعانيها الصحفي في ملعب او نوفمبر وفي معظم الملاعب التي معظمها كولونياليه. تفضل. على كل حال انا نقول له يا تلعبنا كاع ما تلعبناش كاع، انت كيفك 4 مباريات ما يلعبوش 3 تخلي واحده. انت فاهم علاش ثناوي اتحاد الحراش ورائد القبه؟ انا الان مازال ما فهمتش، حبيت نعرف شكون هو يحكم، لا فيديراسيون ولا لا لي؟ قولوا لنا واش كاين هذا الخلل، علاه درتوهم ما يلعبوش؟ احنا ما نقولوا ومن بعد كون زعما لعبتوهم كاع ما يدخلش الشك، بصحك ما لعبش 3 مقابلات وخليت غير اتحاد الحراش. شنو ان مباراه اتحاد الحراش ورائد القبه ديربي وفيه حساسيات. على كل حال قلت لك ما جاوش رجال الامن، ما يترك موت ترى الموت. انا نعرف الحمد لله جاو رجال الامن، هنشكروا رجال الامن تاع دار البيضاء وتاع الحراش. ما نهربوش كي نكونوا لازم واحد يهضر واقع. ايماجيني ما جاوش، ايماجيني ما جاوش كاع يعطيك. وعلى كل حال نشوف فيهم انايا الناس، واحد يطلع واحد يبكي، هذاك شوفان لا غالب يحب الفريق تاعو سي بيان سور. يقول انا واحد كنت جيت مور تريبيل في المدرجات ندير كثير منه هنا ناكل الدنيا. بصح صح سي با دير لي هذه المقابله بثلاثه، وكان راك اجلتني تاجنات وسي ار بي اجلتهم جوج خرج في الصحافه الجزائريه وقدمت صريحات واتهمت فيها مدوار. قلت ما تفهمش انا تفهمت الرابي انا ما نتهمش خاص، انا نتفاهم الكونسيك، انا ما نقدرش نقول شخص ولا دار ماشي هذاك. انا نقول نتفاهم الرابطه ونتفاهم الرابطه على جال حبيت نفهم على اجلنا غير المباراه تاعنا يعطونا. وانا درت طالب يوم نهار عندنا درت طالب ودرنا طالب كاداره قلنا تاجيل المباراه. في اي يوم درت طالب؟ درناه بالحد وزدنا اكدنا بالاثنين وما كان حتى رد من ما قالوا لنا ما ردوناش لا بال حتى تهضروا مع السكرتير الجنرال. عندك اضافه كما تفضل. عندما واش قلت له انت؟ قلت له لماذا لم يتم تاجيل هذه المباراه؟ لانه الامر يتعلق باتحاد الحراش وبرائد القبه، والحمد لله ان الامور لم تخرج عن نطاقها في ظل تحكم رجال الامن وتعقل بعض انصار اتحاد الحراش. ولو ان هناك تجاوزات انصار اتحاد الحراش، هذا الانصار اللي قدموا دروس في الروح الرياضيه. الفريق اللي يسقط في ارضيه ملعبه في ملعبه للرابطه ضد دفاع تاجنت ولا يقوم بعمل عنف، الا يستحق التكريم هذا الجمهور؟ بما ان اليوم الجمهور الحراشي وحتى الجمهور القباوي يعتقدون بانهم يعني مستهدفون من طرف اعضاء الرابطه او من كره القدم الجزائريه. كيف يتم تاجيل مباراه مولوديه الجزائر مولوديه طهران وتاجيل مباراه دفاع تاجنت وايضا مباراه شباب وزداد ومباراه شبيبه بجايه ومباراه اتحاد بالعباس؟
يقول يتم تأجيل مباراة الديربي من أجل تفادي السقوط في المحمدية في العاصمة اليوم الذي عرف تنظيم عديد المسيرات. ماذا يريد من ماذا يريد هذا الذي هذا الداعي الذي برمج هذه المباراة؟ هل كان يريد إراقة الدماء؟ هل كان يريد الفوضى؟ هل كان يريد إشعال الفتيل بين أنصار الاتحاد الحراش ورائد القبة؟ في آخر المطاف من يدفع الثمن؟ هو المناصر ورجال والشرطي. الشرطي في آخر المطاف هو مواطن جزائري مثلي مثلك، هو عنده طفلة، عنده بنت، عنده زوجة، عنده أخت، عنده كل شيء. بمعنى اليوم أعتقد إذا أردنا تأجيل مباريات فهذا في مصلحة البلاد والعباد. نقول لك نعم كإعلامي أضم صوتي لصوت رابطة، قال إذا أردنا تأجيل مباراة فنؤجل كل المباريات، لكن مباراة تلعب ومباراة تؤجل لأن الأمر يتعلق بإدارتين ما نقولش فاشلتين، ولكن إدارتين كانت محقورة في بداية الموسم، هي إدارة الاتحاد الحراش وإدارة القبة. مشكل الإجازات ومشكل عدم تأهيل اللاعبين قبل الفترة. تكلم عن الإجازات، أنت تكلمت منذ لحظات عن المناصر أنه وقلت أنه الخاسر الأكبر في كل هذا الأمر. دعونا مشاهدي الكرام نشاهد هذا التصريح لأحد مناصري اتحاد الحراش، منحنا له الكلمة ليدلي برأيه. أجل كاع المقابلات غير المقابلة هذه خلاها، وهي مقابلة ديربي عاصمي وفيه الحساسية، وعلى باله باللي الحالة ما راهيش مليحة، وخلى بالعاني باش يصراو انزلاقات وصرات انزلاقات. لو كان أنايا من السلطة نعيط له نستدعيه وعلاه ما أجلش المقابلة هذه وصرات فيها انزلاقات. كاين ديزيكيب يعطوهم لي ليسونس الإجازات يجوزوهم، يقول لك ما عليش رانا تفاهمنا معهم، بصح واحد أخرين لا وناس واحد اخرين دي زيكيب واحد اخرين جابوا لهم شركات وعطاهم شركات ويعاونوا فيهم وما لازمش يحبطوا وما لازمش كذا. مي بصح المدرسه الحراشيه خليها تزول. علاه؟ باسكو الحراش فيها رجال وهم ما يحبوش رجال. اللي ما يحبش رجال لازم ينحيهم من طريقه باش هو يعيش، باسكو هو يخاف من الرجال. الرجال ما يزولوش، هو راه التاريخ راه يتحسب عليه. بالك يقولوا ولاد الحراش ما كاش، ولا احنا ما نحاسبوش الرابطه والدوله كدوله، نحاسبوك انت يا مدور، انت يا هو اللي راك انت اللي راك مورانا، احنا ما رانا مورانا حتى واحد. انتم اشخاص، انتم اللي راكم تخسروا في الفوتبال، اللي صار بيت كورومبي اللجنه تاع ديجا هاي بانت اللجنه تاع المنشطات باللي كورومبي، يديروا عينه تاع واحد اخر في بلاصه واحد اخر، راهي كاع مخربه. يبدو أنه شخص المرض جيداً وحوصل كل شيء كمال مهدي. طبعاً أنا كإعلامي ولا هو كان مسيري قاعد مبدأ التحفظ ولا أنت عندك المناصر المناصري المناصر هو حر في هو حر عنده في تصريحاته ويتحدث فيما يفكر فيه، ولكن أنا تأني كإعلامي رياضي عندي شريحة تاع جمهور تبعني، وربما الحمد لله عندنا مصداقية مع شريحة كبيرة من أنصار عندي الجزائرية العاصمية منها والجزائرية بشكل عام. لا يمكن أن أتهم رئيس رابطة أو أقول بالاسم أنه هذا جاء لتحطيم اتحاد الحراش، لكن عندما أشاهد ما يدور من فرق يتم تأجيل مبارياتها وفرق تعطونها إجازتها ونشوف اتحاد الحراش وبدرجة أقل ربما رائد القبة، أنا أقول لك بالفعل ربما الفريق مستهدم من أطراف. ولكن اليوم أيضا اللوم تاني اليوم المسؤول الأول على فريق اتحاد الحراش، عقبت ولم تقم بتصريحات عن محمد العايب، تحدث لم يعطي تعطيك الإجازات ولم تصرح على محمد العايب، تحدث لم يتم تأجيل الدربي العاصمي بين رائد القبة واتحاد الحراش ولم تتحدث عن محمد العايب، تحدث لم يعطي يتم تأهيل لاعبين إلى غاية هذه الدقائق لاعبين في فترة الميركاتو الشتوي ولم تصرح عن محمد لعيبة، تحدث. بمعنى اليوم مسؤولية اتحاد الحراش لا يمكن تنحصر المسؤولية في شخص بن عبد الله كامل الذي يواجه اليوم لوحده ما يحدث لاتحاد الحراش داخل وخارج الديار، ولكن اليوم أنا كرئيس نادي مطالب بإجراء ندوة صحفية، مطالب بالدفاع عن حقوق الفريق. عندما يتحدث ملال تزلزل أسوار الفيدرالية والرابطة، عندما يتحدث زعيم رئيس اتحاد عنابة تزلزل أسوار الرابطة والفيدرالية. بمعنى أنتم مطالبون بالدفاع عن حقوق فريقكم. تقصد أنه الرابطة لا تنظر للأندية بنفس النظرة وما تعاملهاش بنفس التعامل؟ بنفس التعامل. والسؤال الذي يطرح، لا يمكن تحمل مدور المسؤولية لوحده، نحمل المسؤولية اللي في الرابطة، هنالك مسؤول برمجة من يبرمج المباريات. طبعا تقولي برمجة المباريات، برمجة المباريات طبعا تأتي بإعطاء الضوء الأخضر من طرف رئيس الرابطة، ولكن في أعضاء تاع رابطة اليوم لا يمكن تحمل مسؤولية الحاج كمال إلا للمدور. في أعضاء رابطة عندك تفضل تعقيب. أنا نقدر نقول المدور بالك تاني خاطئ. علاه؟ خش تاع الإجازات كانوا عاطينهم له في الصيف وفي الشتاء حاهم له. دوك البرمجة هذه جاء
بالك تعليمات من فوق كان يستنى وما عطاولوش، بصح هو علاه درناه كرئيس رابطه يضرب علينا على الفرق واش يهضر، لازم هو يعادر ما يمشيش في خطهم، يمشي معانا خاطر هو راه معانا، خاطر الرؤساء الانديه هما اللي داروه، ماش دارت ما دارتوش لا في دراسه، الفوط هو اللي داروه. حاج كمال، قد يقول البعض ان التاجيل من عدمه لا يؤثر في النتيجه، واتخذت هذا الامر ذريعه من اجل تبرير هذه الخساره. تأجيل تأجيل هذا التأجيل هو اللي قد يتحمل الخسارة اللاعبون والطاقم الفني، ربما التأجيل تلعب بالمباراة اليوم أو غدا ربما تؤثر من الجانب الأمني، لكن الجانب تاع نتيجة المباراة لا تؤثر. لا 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 يقول البعض. لا 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 كيف ترد؟ أنا تقول لي حاجة، ربحت هاك ربحت سيزيام، رحت سربيت الجازوز وكلش، تعاود تقول لك غلطنا في اسمك، كيف تولي ما يقول لك ربح ما تآمنش اخي، ما نهربوش بالصح دوك نتايا، ربما تقول لي ما قلت لا إيه لا لا انا بعثت لك تقصد انا تاخير انا بعثت لك تقصد رجع لي ثقه في الوقت، انا بعثت لك بان اجل قول لي ليه ولا لا ربما تقصد ان التاخر في اتخاذ قرار اللاعب المباراه او عدم اجرائها هو اثر على اللاعبين نفسيا. نولو لا حتى رائد قبه لكنه فاز في الاخير. نعم سير اموره وزيد ايضا محقور مطلوب ايضا زيد نولي حق رائد قبه ثاني كما خويا، ولكن تفضل عاد تفضل نوري لك بلي نزيد نولو ضربت بليده كنا راح نلعبوا بليده حبك عقبنا شي تاجلت المباراه 12 على الليل كيفاه 12 على الليل ايضا 12 على الليل تاجلت 12 على الليل. انا صرحت امس في حكي بالون قلت عندنا الا كاس افريقيا، كاس افريقيا ستلعب في نهايه شهر جوان، بمعنى عندك الوقت قبل المباريات تقدر تاجل كل المباريات وتلعبهم يعني حتى في شهر رمضان قد تلعب مباراتين في الاسبوع ولا شيء راح يمنعك. إيه كان هذا لك في مصلحة البلاد والعباد، عاون كررها يا ناس، اليوم لا يمكن أن نحصر مشاكل البلاد في مباراة الأمور واضحة في الجولتين الأخيرتين، هناك وضع خاص تمر به البلاد، لكن أنا أتكلم دقيقة كمل، أنا أتكلم عن برمجة مباريات في الجولات السابقة منذ بداية الموسم كان الوضع عادي، لكن نجد أن الرابطة تتخذ قرارات في آخر لحظة من أجل تأجيل المباريات، ما الذي يدفعها إلى الانتظار إلى آخر دقيقة حتى الإعلان؟ الذي يدفع الرابطة؟ عرفك على شخصيتك كمال هذا السؤال، هناك من يقول أن مدوار ومن معه في الرابطة يخدمون جهات أو أندية معينة على حساب أندية معينة في برمجتهم للمباريات. ما تقدش نحن اليوم في كرة القدم ولا في أي مجال من مجالات أخرى ما فيش سياسة الكيل بميكيالان، ما فيش قرارات بيروقراطية إدارية. ما تقدش نحن اليوم في الجزائر هادشي اليوم ما تقدش نحيولي خص معني أفو الحاجة واقع. هذا واقع مر. نعم. في أطراف اللي عندها قوة عندها نفوذ، لأن هذه الأطراف تعرف كواليس ما يحدث في المنظومة الكروية. بمعنى هل اليوم عندك جرأة اليوم تدنا اللونطونت تدنا الرفاق سيف تدنا الحسن الحمار؟ أقول لك لا. هل اليوم هذا مسؤولي كرة القدم عندهم الجرأة يدنا الاتحاد عندها بوي يدنا الزعيم؟ هل عندهم جرأة اليوم يدنا الملال ولا نادي آخر؟ بمعنى اليوم يا ناس لازم نفهموا حاجة أخرى، اليوم في سياسة كيبي ميكيالي مطبقية. نعم اليوم من هو الفريق اللي يتحقر؟ اتحاد الحراش ما عندوش نفوذ ما عندوش اموال، رائد القبه ما عندوش نفوذ ما عندوش اموال، اتحاد البوليده ما عندوش نفوذ ما عندوش اموال، ربما انا بنا بدرجه اقل اولمبي انديه ما عندوش دار ما عندوش نفوذ وما عندوش اموال في شباب الوزداد في وقت من الاوقات قبل ما يجي المدار. بارك الله فيك كمال عنده تعقيب. تفضل نسقسيكم حاجه بان باتريك لي هذا الشيء، والله يا كمال انا نهضرها على المباشر ونهضرها كاع قدام الناس، خاصه ما نقدرش نديرو رايس عنده فارق ويحكم الفرق مهما تكون سير، هو ما يقدرش يضرب على الفريق تاعو، بصح اللي يجي الاربيتري يتفانيكا قدامه ما يقدرش. هذا الاتحاديه ولا الرابطه؟ فيزوش كي فيزوش الرابطه لازم يكون هذا الرابطه هما اللي صوتوا ويخيروا الرئيس يقدروا علي مالك العالم. لا لا حتى اسمح لي العالم صوتوا تقدر دير واحد اخر ما يكونش عنده فريق، راه ممر كيما علي مالك عنده فريق ما عندوش فريق. حاج كمال تطالب بسن قانون من قانون في هذا ديروا لنا اللي عنده فريق ما يكونش رئيس رابطه كيما راه مثلا راه راه ما عندوش راه راه عنده كاش فريق طلب مشروع لا لا نهضوا انت كنت مهما تكون سيفتك والله انا كون شد رابطه والله غير حراش يلعب نطلعها تلعب مع الالمان علاه قلت انا اللي نحكم نعلو بليس هذا واش عم يقول الحراش معليش اليوم في الحراش الفريق اللي ما يستقبل في اول نوفمبر ولا ينتقل مثلا غدا ينتقل لبوسعاده لمواجهه امن بوسعاده نعم هل شاهد المسيرين تاع اتحاد الحراش حاضرين
كيفاش الرابطه ما تحقرش وكيفاش الاتحاديه ما تحقرش؟ لا معليش فهمني، اليوم كاين شخص واحد انا نقول لك هذا اللي قدامي ما نزكي فيه، لا نزكي على الله احدا. هذا الشخص يتحمل السب ويتحمل الشتم والضرب على برا، تؤكد كلامه مساهمين تاع الاتحاد الحراش، تؤكد كلامه لا يوجد رجال من اجل الدفاع على الاتحاد الحراش، تؤكد الكلام. انا ناكد عندها كاين زوج، عندك مسؤول عايب ما يقدرش كبير، انا مثله الروح كان يساس، وعندنا ديريكتور سبورتيف معنا والطاقم، ما كاش مسير، ما كاش حتى واحد، ما كاش كنا عيطي شخصي كش ما خص الحراش، ما تسخسيش هذه دارك، ما تسخسيش تفتح الباب وتدخل دار دارك، ما تقدرش ما تقدرش تمنعه يجي مرحبا به. سهل يمتي تدخل رابطة حقرت وتقول الفيدرالي حقرت، وانت مش قادر تنحل حقر على ظهرك، انت مش قادر تدافع على فريقك، انت غير موجود، وراكم توما، وراكم المساهمين ولا المستثمرين ولا رئيس النادي، وراكم؟ هل دافعتم عن الفريق؟ هل رجعتم ندوة صحفية؟ هل قلتم فريق اتحاد الحراش مستهدف؟ نزيد عاود نقول لكم، هل قضيت قضية إدارة وقضية مساهمين؟ حتى لاعبين اتحاد الحراش، فريق في أرضية ميدان ومش قادر يفوز، حتى مستوى اللاعبين تاع اتحاد الحراش، بعض المستوى تاع اللاعبين، يطبق كرة جميلة نعم، لكن الفريق ما عندوش روح، الله يرحم الحراشي راحت، سلاح اللاعب الحراشي وشنو؟ كانت الرجلة والإرادة فوق أرضية الميدان. بشوش عربي وسريم وكراس، ما كانوش لاعبين كبار، افتيسان ما كانوش لاعبين كبار، ولكن في التيرا كانوا محاربين، كانوا دي جلادياتور. هذه سمات لاعب الحراشي، سي لي تراديسيون الحراشي. الحراشي وشنو؟ كي المناصر كي اللاعب في داخل التيرا، حيربي كي كان في التيرا كان مناصر، بشوش كي كان في التيرا كان مناصر، بن عمر كيف كيف، لونيسي كيف كيف. بمعنى اليوم لارم الهويه الحراشيه راحت في الفوتبول، راحت غابت اليوم الوقت كمان للاسف. حاج كمال، كيف ترد على الذين يقولوا أن إدارة اتحاد الحراش لم تدافع على اللاعب بلال نيلي؟ هذو اليوم يهضروا عليهم ولا سرح هو، ما يكذبوش، احنا كل حال رانا معاه وتوجور رانا معاه، احنا رانا نستناو نديروا له كاع الوثائق اللازمه باه يروح لاسويس، بصح من جانب لازم الاتحاديه تعاونوا في ليفري باه يدير لي زاناليز. انتوما اللي طالبتوه باش يروح لاسويس في البدايه كان متردد. لا نحن نطالبوه خاطر هو راه ضامن من نفسه باللي ماشي تاعو، انا نمشي معاه حتى نلقى ماشي تاعو، باه ما يديروش هذا معناتها الوجه اللي ماشي مليح للحراش. احنا اللي جامي ملي بدات الحراش ما عندناش واحد قال لك بلي دوبا ولا كاش حاجه، سي لا بريمير فوا قالوا، وانا على بالي ما نظنش باللي دارها، ما نظنش انا كون يقولوا لي دار حاجه واحده اخرى كلاكاشيات تعالي فارماسي كلاكاش حاجه معليش. اليوم وضعيت النيلي الى يروح لوزان ما يروحش وحده، لازم اذا تحت حراش لازم دافع اللاعب، هذا وليدكم مهما كان يبقى وليدكم، لازم تخلوش وحده، هذه وحده حتى من الجانب المعنوي. زيد على ذلك، هل اليوم بلال نيلي راه يدير في اتحاد الحراش؟ هل راه معاقب ما يلعبش المباراه؟ هل جاتكم مراسله انه بلال نيلي ما يلعبش المباراه المقبله؟ هذا السؤال يطرحوه اليوم دامارجي، يقول لك لجوج مرشطات روح لوزان جيب حقك، وضعيه الفيدراليه وضعيه اتحاد الحراش، اليوم وضعيه اللاعب في اتحاد الحراش يجاوبوا وضعيه النيلي على كل حد. واحد كي يهضروا عليه هكذا يكون مورالمو ماشي مليح، تعطي له اجازه بهيريه، احنا هضروا الواقع ما كانش مشكل، نفسخ له الواقع، نفسخ له الواقع وما عنده يجي يدرب، قلت لك عطينا له اجازه يجي يدرب، عطينا له اجازه صحيح باش يدرب بهيريه. بارك الله فيك. حنايا نطالبوا به وعيطنا له قلنا له ان شاء الله بعد المباراه تاع مسعده يجي ما كانش مشكل، ورانا معاه في الاتصال دائما. واش ديروا مع دوكا؟ احنا واش نديروا معاه؟ احنا ندافع عليه، احنا السيد راهو يحلف يقول لك ما درتش، انا نمشي معاه حتى نلقى النتيجه. الا ما كانش هذا مدى ديك دونك كاين لاعب في اتحاد الحراش يتعاطى الكوكايين. احنا نقولوا الذي بصح على تقول اتحاد الحراش وما تقولش تاع غيريزان، خاش لي فلاكو كانوا ربعه ما كانوش زوجه. ما نهربوش دوك ماشي دوك ما نحصلوش كاع في اتحاد الحراش، ماشي غير اتحاد الحراش اللي قاموا بالفحص هما لاعبين اتحاد الحراش، كاين لاعبين من اتحاد الحراش. كاين زوج تاع غيريزان، في زوج تاع غيريزان ثاني داروا. كان ربعه واش كاين هذا؟ لكن لم يذكر اسم لاعبيه غير سالي غيريزان. انايا انا ندافع على الجوار تاعي. دوك انا طونك هو راه ماسوري، انا نروح معاه حتى لو كان بقى عامين السنه لي زاناليز. هو راه معنا في الحراش. انت اداره اتحاد الحراش تنتظر حتى يتاكد بلال نيلي من النتائج ثم تحسم الامور رسميا من طرف الرابطه، ثم تفسخون العقد او لا تفسخون، تكون اجراءات من الاداريه. امين قبل ما تجاوبك حاج كمال، امين اسمع لي، امر عادي اللي يقول لجوج مرشطات تبعت اللاعب واحد يروح لوزان؟ هذه اليوم هذه منظومه، هل هذه فيدراليه قويه؟ وقاتلوا انه يا ناس تقول لا في فوشكم، لست مدافعا عفوا، لست مدافعا عن بلال نيلي، الا دارها يخلص
ولا ما دارهاش رجعوا له ورجعوا له حقه. ولكن باش تبعت اللاعب تخوض تروح بالاموال تاعك وروح لوزان باش يدير الفيزا والتاشيره ومشى كانت عندك انا تهرب المسؤوليه اليوم انا قلت نجد من الشيطان نعم. للسيد دامرجي هذا تهرب المسؤوليه لي مسؤولي الفيدراليه هذا تهرب المسؤوليه لي طبيب اتحاد الحراش هذا تهرب المسؤوليه لي الطبيب الذي اجرى الفحوصات اللاعبي اتحاد الحراش على غريزان هذا تهرب المسؤوليه يا ناس اكشفونا اليوم من كان وراء قضية بين النيني هذا هو السؤال اللي يطلبه الجمهور الرياضي هناك قضية أخرى فارس بن عبد الرحمن هناك كلام في الصحافات صاحب الله عندك الفرصة الآن باش ترجع الكلام. على كل حال أنا رجع والله والله ما حق ماشي نقول أنا صحافة نتعامل معهم كاين زي وزينة هذا ما نهربوش هذا أنت دير خبر هكذا تخلع الجوة راح يلعب لي ماتش على الاكستيريور دير له مالك كاين بعض الصحافة يشاركوا بسقوط على الحراج كيف أنت تكتب حاجة الإدارة ما جاء تحت حاجة لا استدعى لا والو لا لا في دراسه ما جاء والو تكتب لا في فتح وس على بن عبد الرحمن عيب عيب ما كان والو حاجة عبد الرحمن ما عرفنا قال لي يقول انا اخي كي ترى حاجة يكتبوا كل واحد يروح وهذا الفريق اللي يشهد التاريخ يا ناس لعب نجمة وهلال اتحاد مسلمي اتحاد حراش هو ونادي اتحاد البليدة يا للاسف هذ الفريقين يعانين الامرين يا للاسف كمال يعطيك صحة شكرا لك على الاضافات حاج كمال شكرا لك ايضا نتمنى أن يضمن اتحاد الحراش البقاء في نهاية الموسم اللي شارف فقط فإن اتحاد الحراش يتواجد الآن في المركز 15 ب22 نقطة في رصيده سجل 11 هدفا وتلقى شباكه 16 هدف بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا العدد من حصتكم فوت بليوس إلى اللقاء